هذه الفعالية التي تنظمها حركة المقاومة الإسلامية حماس رفضا للإساءة لشخص الرسول عليه الصلاة والسلام من قبل الرئيس الفرنسي. هذه الإساءات التي تكررت من الغرب مرة في الدنمارك وأيضا الآن فرنسا على الطريق. هذه الإساءات المرفوضة التي تمس كل مسلم حر في هذا الكون، قدسية الرسول عليه الصلاة والسلام يدافع عنها كل مسلم. المطلوب من الرئيس الفرنسي الاعتذار عن هذه الإساءة ومنع الرسوم التي تسيء إلى شخص الرسول عليه الصلاة والسلام. هلا 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 هلا